أخواني الأعزاء، أيها المتابعون الكرام، طبعا مثل ما لاحظتوا هذا المانجو المحلي ما شاء الله تبارك الله يتم الآن تغطية الثمار لعدة أسباب. طبعا السبب الأول، يعني لما تصير رياح قوية راح تتساقط المانجو وهو أخضر صغير. والسبب الثاني راح نشوف العامل هنا. مستر علي، السلام عليكم باي. كيف حالك؟ الحمد لله زين. مو تسوي؟ ابا تاتي ولا قولية. ليش قونية؟ مشان هذا مانجو؟ في مشكلة في قايدود واجد قاعد داخل. ايوه. هذا مشكلة ما قدر فيه الكلى ده. وبعدين قايدود داخل؟ ايوه هذا مشان ترتيب قونية لا. ايوه. ما في قايدود داخل حتى واحد هبة. ما شاء الله. ما في ترتيب قونية في قايدود واجد. ايوه. مشكلة ما قدر فيه الكل. تمام ما شاء الله تبارك الله. عموما يعني السبب الثاني مثل ما خبرتكم انه حفاظا على الرياح او وقت الامطار راح تتساقط الثمار المانجو الصغيره ما نستفيد منها، والاخير انه راح تحفظ من ذبابه الفاكهه وما يصير في دود داخل. شوف ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، بارك الله.